للوقوف على آخر تطورات المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصبح المرشح الديمقراطي قاب قوسين أو أدنى من البيت الأبيض، ينضم إلينا السيد عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. أستاذ عبد الوهاب القصاب، مرحبا بكم. يعني بعد النتائج الأخيرة التي تخرج من الولايات المتأرجحة، كيف ترى حظوظ كل من بايدن وترامب في هذه الانتخابات؟ مرحبا. يعني كان واضح انه اليومين اللي مضت كان يعني يومين حاسمين حقيقه. فبعد ان كان ترامب لغايه الامس متقدما باعداد كبيره جدا في ولايات مفتاحيه مثل بنسلفانيا مثل جورجيا، يعني كان متقدما بمئات الالوف على منافسه بايدن، بدا هامش التفوق هذا يتلاشى ويتآكل مع مرور الوقت، الى ان انقلبت الصوره تماما ليله امس واصبح الرئيس المرشح او نائب الرئيس بايدن الرئيس المرشح هو الذي يقود، يعني ارقامه هي التي تقود في بنسلفانيا وفي جورجيا وفي نيفادا وفي أريزونا. فالموضوع الآن أصبح قريبا جدا من الحسم لبايدن، 253 صوتا انتخابيا. نعم، لكن هناك من يراوح حول 213 أو 214. هنالك الفوكس نيوز تقدر أن لبايدن 264 مقعد، ولذلك لكي يقطف ال 270 المطلوبه لكي يعلن ترشيحه انتصاره، لديه من سله الولايات هذه اي تشكيله يمكن، يعني اذا لو افترضنا اذا ما فاز في بنسلفانيا وهو متوقع جدا لبنسلفانيا 20 مقعد، يعني 20 صوت انتخابي. هناك من لا يزال يعني يتمسك بالأمل ويرى أن الفرصة متاحة لترامب ليعود للبيت الأبيض، هل بالفعل أستاذ عبد الوهاب لدى ترامب فرصة للعودة للبيت الأبيض من وجهة نظرك؟ علينا أن نقرأ شخصية ترامب. ترامب لا يقبل بالهزيمة، يعني هو ببناء الشخصي. أنت لاحظ خلال السنوات الأربعة التي مرت أي من مستشاريه يشير عليه ب شيء عقلاني يتعارض مع وجهة نظره يفصله فورا. هذا هو ترامب. ترامب مؤسسة لذاتها يعني، ومثل هذه الشخصية لا يمكن أن تتوائم مع نظام سياسي في الولايات المتحدة الذي هو حقيقة نظام مؤسسات ويقف يعني يقوم على جانبي الشيك أند بالانس كما يقولون، الموازنة والكبح. أول أمس أكد على فوزه في بنسلفانيا، يعني كما ذكرتم أيضا، وها هي بنسلفانيا تدير ظهرها له، بما تفسر ذلك التحول؟ يعني يحاول أن يجلب أحلامه إلى الواقع، يعني هو يحلم أنه سيفوز. بالطبع هو كان يعني متقدم بنصف مليون صوت، لكن تآكلت مع العاد، والمعروف هنا تقليد في الولايات المتحدة، الجمهوريون يذهبون في يوم الانتخابات يصوتون، الديمقراطيون يصوتون عن بعد بالبريد، لسبب بسيط جدا أيضا أن الكثير من الديمقراطيين هم من الطبقة العاملة. ترامب أكد أنه سيتجه إلى المحكمة العليا الأمريكية، هل تتوقع فعلا أن يقوم بتنفيذ تهديداته؟ كرر السؤال رجاء لأنه في تداخل. يعني أكثر من مرة هدد بنشر الفوضى في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى ترى أن ذلك ممكن أن يحدث؟ ممكن أن يحدث طبعا. هو خطابه هو أمس كان تحريضيا، يعني ولذلك كانت هنالك هبة رافضة له، هبة واسعة النطاق في الولايات المتحدة من دوائر قانونية ومن دوائر حتى من داخل الجمهوريين. لا يمكن هنا في الولايات المتحدة لا يمكن أن تتهم بدون دليل، والاتهام بدون دليل جريمة. نشكرك، شكرا جزيلا. لكن كبيرة جدا أن هنالك انشقاقا طوليا في المجتمع الأمريكي،
لأول مرة هذا الرجل ترامب يحوز على 68 مليون صوت من التصويت الشعبي، هو انتصار الذي حققه على هيلاري كلينتون في 2016 التصويت الشعبي له كان بحدود 60 مليون، وكانت هي حوالي 64 أو 65 مليون. اليوم لديك حوالي 68 مليون، وطبعا بايدن لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة شخص يحصل على تفويض 73 مليون إنسان أمريكي. شكرا لك أستاذ عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.